حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية. وفي خطوة مفاجئة أقدم عليها التيار الصدري نحو التصعيد بنصب سرادقات الاعتصام أمام بوابة وتد الدولة مجلس القضاء الأعلى وتهديد القضاء، هذه السلطة الثانية التي يقوم بتعطيلها بعد السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب. فتعقد المشهد أكثر مما هو عليه من مناكفات سياسية وأزمات كثيرة دخلت بها العملية السياسية، فما كان من مجلس القضاء الأعلى إلا أن يعلق أعماله كرد فعل على هذا الحراك الذي أسماه البعض بغير الدستوري وخارج أطر القانون. وفي ذات الوقت جاءت المواقف السياسية والدولية متمثلة بالأمم المتحدة معلنة موقفها بالتأكيد على عدم وقوفها مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات والهجمات على مؤسسات الدولة وإدانات من قبل بعض الأطراف السياسية التي ترفض التعرض لممتلكات الدولة. أما الإطار التنسيقي فقد كان موقفه واضحا برفضه لهذه الانتهاكات، وأيضا رفض الحوارات مع التيار الصدري أو رفض هذه الحوارات مع التيار إلى حين تراجعه عن ما وصفه باحتلال المؤسسات. بالتالي مشاهدينا، هذه ردود الأفعال أجبرت التيار الصدري على التراجع عن موقفه حيال التصعيد تجاه المؤسسات الحكومية. بعد البرلمان اعتصم المئات من أنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط العاصمة بغداد في خطوة تصعيدية للأزمة السياسية المتواصلة منذ 10 أشهر، مطالبين بحل مجلس النواب وعدم تسييس القضاء وأصلاحه حسب وصفهم. الأمر سرعان ما ولد ردود أفعال، فعلق مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية أعمالهما احتجاجا على الاعتصام أمام مقره والتصرفات غير الدستورية، متهما الجهة السياسية بالضغط على المحكمة العليا لإصدار القرار بالأمر الولائج بحل المجلس النيابي وأرسال تهديد للضغط على المحكمة، محملا الحكومة والجهة النتائج المترتبة على هذا التصرف. وعلى صعيد المواقف السياسية، أوصد الإطار التنسيقي أبوابه أمام أي رسالة أو دعوة من التيار الصدري للحوار المباشر معه إلا بعد التراجع عن ما وصفه باحتلال مؤسسات الدولة، عدا هذه التصرفات بالخطرة على المؤسسة القضائية، مطالبا بعودة جميع القوى الوطنية للمسارات الديمقراطية. الأمم المتحدة دخلت أيضا على خط الأحداث، مؤكدة بأن المجتمع الدولي لن يقف متفرجا أمام التحركات التي تستهدف القضاء العراقي، وأنها تقف مع أي احتجاج شريطة ألا تتحول هذه الاحتجاجات إلى تصعيد غير ديمقراطي يستهدف الخصوم. وأمام هذه المواقف التي صدرت عقب توسيع التيار الصدري دائرة احتجاجاته وتحميله مسؤولية ما جرى وما سيجري، وكلها حتما سيناريوهات قد تدخل البلاد فيما هو أسوأ من ذلك، يكون الجميع ملزما بالتزام التهدئة وتغليب لغة الحوار ولضمان عدم الانزلاق نحو متاهات يكون الجميع خاسرا فيها. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو، رئيس مركز الخبراء أو اتحاد الخبراء استراتيجيين أستاذ صباح زنقان. أهلا بك سيد صباح، ضيفا كريما، وكذلك الترحيب المحلل السياسي الأستاذ محمد الياسري. أهلا بك أستاذ محمد. بداية سيد صباح، وتد الدولة أو الحامي الأول والأخير للدولة القضاء، هل أخطأ التيار باتخاذ القضاء ندلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم. أولا لنتحدث اليوم عن مفهوم الرمزية اللي اليوم فقدت في الخارطة العراقية وفي المشهد السياسي العراقي. فقدان الرمزية هي التي جعلت أننا يحصل هناك تخبط في أين نختار وأين نتوجه. يعني اليوم عندما نتحدث عن الرمزية الدينية المتمثلة بالسيد السيستاني هو فقط في الإطار الديني مثلا، وربما بعض الأطر الأخرى كالأمن عند إصدار الفتوى، ولو تحدثنا عن الشخصية الرمزية المتمثلة بالسيد جلال طلباني الله رحمه كان هذا يمثل نقطة التقاء المختلفين وممكن أنهم يحيلون إليه المشاكل وتنحل. اليوم الرمزية تقريبا شبه مفقودة في العراق، لم يتبقى سوى رمزية القضاء العراقي ورمزية الدستور. اليوم أكثر الاعتبارات يعطون القضاء
العراقي أكثر من الدستور، لأن الدستور شيء مكتوب قد يختلف عليه البعض وقد يتفق، لكن القضاء العراقي بشهادة كل الموجودين بشهادة التيار والإطار كلهم بأنه القضاء هو خط أحمر ولا يمكن الاقتراب لهذا الخط الأحمر. أعتقد اليوم عند اقتراب إلى هذا الخط الأحمر لاحظ ماذا حصل، بمجرد أن أعطى عطلة فقط ليوم واحد للمحاكم العراقية تعطل الحياة بشكل كامل. هل تعلم أن هناك قضايا زواج وقضايا طلاق وقضايا مشاكل وقضايا حكم وإصدار حكم وغيرها كلها تعطلت، وإحنا نعرف حتى القانونيين يعرفون بمجرد ما يتأجل أقل تأجيل أسبوعين وأكثر تأجيل ممكن 3 أشهر، وهذا خلل اختلال كبير جدا في المجتمع العراقي، وشاهد الكل بما فيهم الأخوة في التيار الصدري والإطار أنه أثر هذا اليوم كم كان كبيرا وعميقا على المجتمع. لهذا أعتقد أنه القضاء هو يعتبر إلى الآن هو الخط الأحمر، وأن أي توجه ما زال القضاء محتفظ بهذه الرمزية. أحسنتم، القضاء إلى حد هذه اللحظة هو محتفظ بهذه الرمزية، ولكن المشكلة أين؟ المشكلة في بعض الأدوات القضائية. يعني على سبيل المثال عندما مثلا يتم إصدار مذكرة قبض على الشيخ صباح الساعدي مثلا، هو يعترض ويقول هناك أفعال شنيعة وقبيحة حصلت كثيرة من قبيل يعني إجرام ومن قبيل سرقات، لماذا لم يلتجئ القضاء بإلقاء القبض؟ لماذا تم إيصال إلقاء القبض أو إقامة مذكرة إلقاء القبض عليه فقط؟ بالتالي هذا أيضا يدفع بالقضاء أنه يراجع بعض القرارات السابقة بحق الناس، حتى لا يكون إذا سرق فيكم الفقيرة أقمتم عليه الحد وإذا سرق فيكم الشريفة تركتموه، كما في الحديث أو في نص الحديث النبوي الشريف. اليوم القضاء يحتاج إلى تنظيف بعض الأذرعة حتى يبقى القضاء هو اللي يمثل الرمزية الكبيرة في العراق، وهو اللي يمثل المرجع الأساس لعودة المتخاصمين عندما تنسد عليهم كل الأبواب يلتجون إلى القضاء كحل نهائي. طيب أهلا بك مرة أخرى أستاذ محمد، لكن ماذا يمثل الوصول إلى مرحلة تهديد القضاء من قبل الشيخ الساعدي أو من قبل العميري أو غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة لكم ولضيفكم الكريم ولجمهوركم الكريم. حياكم. طبعا في تعقيب على ما ذكره وما انتهى إليه الأستاذ صباح زنقنا أستاذنا الكبير وفي هذه الموضوع، طبعا أنه عملية تهديد القضاء لماذا تم الذهاب باتجاه القضاء في هذه الفترة سبقتها قبل تهدئة ما بين الأطراف السياسية خصوصا ما بعد الحوار الوطني. نعم وصلت رسائل إلى التيار الصدري بأن لا يمكن المضي بشروطه بدون أن يكون بدون المجتمع الدولي بدون السلطة القضائية، بالتالي هنا كانت محاولة للضغط على القضاء لإيجاد حل والإيجاد مادة قانونية لإيجاد مخرج قانوني أن تحل البرلمان بأي وسيلة، وإلا سنفعل بكم ما فعلنا في البرلمان. هذا الهدف الحقيقي. الهدف الحقيقي أنه يتم تعطيل الدولة بالكامل لما من خلال ضرب القضاء بالكامل. نعم الخطوة الموفقة التي صدرت من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتعطيل العمل القضاء احتجاجا، هي المسألة مو فقط أنه أعطل المؤسسات القضائية لكن عملية احتجاج أنه هنا هذه المؤسسة التي هي مقدسة صمام أمان العملية السياسية تعرضت إلى اعتداء في وضح النهار من طرف سياسي وبدون أي حماية من الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية لم تقم بأي دور لها في حماية هذه المؤسسة، بالنتيجة هذا تواطؤ تنسيق تفاهم ما بين هذه الأطراف في استهداف هذه المؤسسة، بالتالي هذا كانت عملية احتجاج واضحة واعتقد هي الخطوة التي دفعت التيار الصدري إلى التراجع. هذا من جانب. طيب تحسب عذر المقاطعة أستاذ محمد، لكن تحسب لرئيس السلطة القضائية تصرفه أو رد فعله أو محاولته لحماية القضاء ومجلس القضاء الأعلى بخطواته مثلا إيقاف عمل القضاء وتعطيل عمل المحاكم كرد فعل خلافا لما حدث في البرلمان وعجز رئيس البرلمان؟ حسنت هنا هذه المفارقة عندما تم الدخول إلى المؤسسة التشريعية، ماذا فعل رئيس المؤسسة التشريعية رئيس البرلمان؟ قام بتعطيل عمل الجلسات وكذلك دعوته للأجهزة الأمنية، دعوته لكل الشخصيات المرتبطة في البرلمان كموظفين كإداريين كحماية البرلمان بتسهيل أمور المتظاهرين. هذه حادثة غريبة أنه هي مؤسسة تشريعية تهان
التي تمثل هذه التي جاءت من أصوات الشعب العراقي وهذه النخبة التي تمثل الشعب العراقي، اليوم هذه المؤسسة تهان بأيدي مجموعة خرجت هسه عن القانون بطريقة غير قانونية، دخلت بطريق غير دستوري بتعاون وتنسيق من بعض الأجهزة الأمنية بتواطؤ حكومي هنا المفردة. لكن رئيس السلطة القضائية كيف تعامل؟ تعامل بشجاعة، عطل المؤسسات القضائية احتجاجا، هو مو مسألة تعطيل الأمور الناس وإنما احتجاجا على الاعتداء الذي حصل، ودعا جميع الأطراف إلى أن تكون ماذا؟ إلى الالتزام بمسؤولياتها في دعم المؤسسة القضائية، وبالفعل كان أول المبادرين للإطار التنسيقي عندما أصدر بيان ودع الشعب إلى التظاهر وحماية المؤسسات الدستورية بنفسها. هذه كانت الخطوة الأولى التي لم يحسبها التيار. الخطوة الأخرى التي صادرت هي رسالة المجتمع الدولي والتي نددت واستنكرت أي اعتداء على المؤسسات القضائية وإن كان دون مستوى الطموح. النقطة الثالثة والذي كان مفاجئا هو بيان مؤسسة الحشد الشعبي. لماذا؟ لأن المؤسسة كانت تنتظر أنه هناك يفترض من القيادة العامة للقوات المسلحة، من رئاسة أركان الجيش، من المؤسسات الأمنية أن تتخذ موقف واضح وتصدر بيان باعتبار أن هذا هرم السلطة صمام من العملية السياسية يتعرض إلى اعتداء وانتهاك في وضح النهار، ومن قبل مجموعات في مسرى السلام مثلا تحسب على الحشد الشعبي أو تدعي الانتماء إلى الحشد الشعبي أو شخصيات مرتبطة بمجموعات مسلحة بكافة عناوينها وأصنافها، لكن ماذا؟ لم تبادر ولم تصدر أي بيان قيادة العامة للقوات المسلحة. بالتالي هذا الذي دعا إلى الحشد إلى الذي حفظ العراق في داعش، وكذلك كان العامل الأول في إنهاء فتنة 2019 أصدر بيانه بحماية المؤسسات القضائية والمؤسسة التشريعية. طبعا هذا لم يكن يحسب عند التيار. هذه الخطوة أعتقد كانت هنا إعادة وفرمة في حسابات التيار كيفية الخطوة. والآن نسأل أنه اليوم أنت دخلت على مؤسسة طيب. لا أنت وصلت إلى مرحلة إعادة حسابات أو إعادة نظر بالموضوع، أرجع لك لهذه النقطة، لكن برأيك سيد صباح شنو اللي أجبر التيار على التراجع ثاني يوم عن هذه الخطوة التصعيدية باستهداف القضاء؟ يعني أعتقد أنه المواقف له طريقة تصرف ورد فعل القضاء. لاحظ هو أولا رد فعل القضاء هو كان رد فعل طبيعي، يقول لك أنا مؤسستي عندما تمثل هي مؤسسة تخدم المواطن ومؤسسة يعني تخدم المواطن في مجال العمل المحاكمات وعمل الدوائر القضائية، وبنفس اللحظة هي تمثل سلطة عليا، حال السلطات الأربعة، يعني السلطة التشريعية والسلطة القضائية هي جزء من هاي السلطات الأربعة اللي تحدث عنها أو الثلاثة الرئيسيات باستثناء السلطة الرابعة اللي هي سلطة الصحافة، والخامسة هي سلطة المنظمات المجتمع المدني، لكن نتحدث عن الثلاثة الرئيسية. اليوم عندما هذه السلطة تتعرض إلى أي يعني انتهاك أو أي مثلا ضرر لابد أنه يتخذ قرار بهذا الصدد. لكن أقول أيضا مراجعة القرار السياسي هو أيضا أمر مهم جدا، أو مراجعة القرار، يعني أقول أن الأخوة في التيار حسنا فعلوا أنهم عملوا انسحاب سريع، لم يبادروا إلى المعاناة. هذا التراجع يعني بسبب ردود الأفعال الدولية والمحلية وكل القوى السياسية له سبب رد فعل القضاء؟ لا هو ردة فعل القضاء كانت قوية جدا عندما شاهدوا بأن صارت هناك عملية الغلق وصارت هناك مذكرات لإلقاء القبض. أيضا هم كانوا حسبوا حسابات كثيرة جدا أنهم من الذين ساندوا القضاء ووجهوا في بداية التظاهرات أنه إذا وصلوا إلى البرلمان فلا يصلوا إلى معسكرين. القوات الجيش العراقي اللي مثلا وزارة الدفاع أو أي شيء من أو القوات الأمنية والقضاء بوصفها جهة عليا لا يمكن المساس بها. إذا رجعوا إلى المتبنيات الأولى لم يكن يعني مثلا البعض اعتبر أنه هذه جزء من السلوكيات أو التصرفات الفردية، الآخر لا، قال حتى إذا كان عملية توجه لكن يتخوفون من السلوكيات الفردية التي قد تحصل من هنا وهناك وممكن أن يقتحموا الباب. يعني هم بالمناسبة هم لم يقتحموا باب المجلس القضاء بل بقوا أمام الباب في الساحة، هم لم يعني هم في الساحة. هذه لو أصبح البقاء ربما يأتي يعني أشخاص آخرين ربما يندفعون بقوة ويحطمون الباب وتحتسب بالضد من التيار الصدري مثلا، بالتالي هم فكروا بأنه لا يحصل هناك اقتراب أكثر من هذا النوع بل تحصل هناك عملية الانسحاب والعودة إلى الضغط السياسي وإذا الحساب الوهمي جلهم طبه
لكن المشكلة وين المشكلة؟ اليوم عندما عادوا إلى البرلمان، يعني عادوا إلى البرلمان، هذا يدل على أن هم إلى حد الآن يتعاملون بالضغط السياسي، وإن كنت يعني أنا مع أن يكون الضغط من خلال الأطر السياسية، لا يعني الأطر الدستورية والسياسية والقانونية. مع العلم هي كتظاهرة مقبولة، ولكن هناك بوابات حلول عن طريق الجوانب السياسية ممكن حل هذه المشاكل. متوقف التيار غلق باب الحوار، ويوم أمس حتى الإطار أغلق باب الحوار بشرط يعني انسحاب التيار من المجلس القضائي الأعلى. أعود لك إلى النقطة اللي أشرت لها قبل قليل، الحساب الوهمي أو الذي استعمل مواقع التواصل الاجتماعي. يوم أمس أيضا كان هناك بيانات عبر هذه الحسابات ربما صعدت من جانب، ومن جانب آخر المسؤولية القانونية ذكرت بعض الحسابات المرتبطة بتيار الصدري بأن سماحة السيد مقتدى صدر رفع أيدة عن قضية التظاهرات أو الاحتجاج أو هذا الخلاف السياسي قبل يومين، هذا يخلي مسؤولية قانونية عن السيد الصدر أو التيار الصدري؟ لا هسه احنا وذكر واكد ان هذه الفعاليه كانت عفويه. هسه انا نقول اذا اليوم عفويه واجد فيها شخصيات من التيار متصدره المظاهره، وهذه الشخصيات او يطلع حساب هذا الحساب الوهمي صدر لي فد بيان اذهبوا وعودوا سنخلي سنقطع سنقف سنتقدم، اذا كيف ليست لدي مسؤوليه؟ اذا هم الواجهه الرئيسيه يحرك التظاهرات هم هؤلاء القيادات، إذن كيف يخلي مسؤوليته؟ نحن أعتقد هاي عملية هروب، أنه تترك الناس في مواجهة مثلا القوى الأمنية أو القوى التي تريد حماية الدولة أو في مواجهة الجمهور الآخر، وهنا ستكون الكارثة، لأن الجمهور الآخر لن يتحمل سقوط الدولة بهذا أو تهان الدولة بهذا المستوى، لن يتحمل أن الدولة تفقد بسلاسة وبحكومة تصرف أعمال ميتة، رئيس وزراء يترك العراق في أصعب أزمة على مود يحضر اجتماع في القاهرة، وهذه كارثة. كان ممكن أن يتم، لكن الرجل قطع هذه الزيارة وعاد. احنا إذا نجي على ملاحظتين، دخول البرلمان كان فيه الكاظمي في الأنبار، دخولهم إلى مجلس القضاء كان الرجال فيه مسافر. طيب هنا السؤال، ليش هذا التزامن؟ زين هل ممكن الآن أنت اليوم في أي بلد آخر، لو في أي بلد مهما كان مستقرا وفيه مؤسسات قانونية وفيه أجهزة أمنية ونظامية مستعدة لكل شيء، لو حدثت أي قمة، ليس في هذه القمة التي لم نحصل منها على شيء لغاية اليوم، لكن لو حدثت أي اجتماع آخر، هل يقوم رئيس البلاد أو أعلى قيادة في البلاد بالمغادرة؟ بالتأكيد ما طيب لكن هل أنت عليها الكاظمي بأكثر من مناسبة؟ البيان الآخر إذا أنا داجي أتفضل. البيان الثاني، أول شيء البيان اللي صدر الأول من رئيس تصريح حكومة تصريف الأعمال، أدعو الكتل السياسية للتهدئة. يا أخي من هي الكتل السياسية؟ أنت ليش بتسمي الطرف الذي هو ذهب إلى القضاء وهو الذي اعتدى على القضاء وهو الذي يتوعد القضاة؟ المسألة هنا، والقضاء أصدر أوامر قبض بحق شخصيات هذه كانت عبر حساباتها وهي حاضرة في التظاهرات، كانت أساءت للقضاء كثيرا. تجي أنت رئيس حكومة تصريف الأعمال والذي يفترض أنه الصلاحيات منفصلة ما بين السلطات الثلاث، لكن كالتزام على الأقل بأن هناك تحديد الجهة هي من قامت. طيب أنه تربطها النقطة الأخرى، أنه تجي باليوم بعدها أنه جميع الأجهزة الأمنية بعد بيان الحشد جميع الأجهزة الأمنية لا تدخل مع تركة سياسي. طيب تأكيد سيد رئيس مجلس الوزراء المنتهي الولاية على إبعاد القوات الأمنية بكامل صنوفها عن الخلافات السياسية، هذا ما يحسب إلى السلطة التنفيذية؟ هو من اللي أدخل القوات المسلحة في هذا المعترك؟ من اللي سحب من عمليات سامراء وجابوا متهاجموا السلطة القضائية؟ وانت هذا السؤال، انت تدخلوا في المعترك السياسي، تدخلوا في تظاهرات، اخوانا يفترض هناك جهة تحاسبهم، وعندما لوحت الهيئة بمحاسبة المخالفين صدر هذا البيان المضاد. هذا أكو عملية تناغم واضح، يعني عملية تفاهم ما بين، بسبب واضح وهو بسيط، بأن إطالة أمد التظاهرات عرقلت تشكيل الحكومة المقبلة يطيل أمد الحكومة الحالية، وبالنتيجة هذا هو المكسب الذي تذهب إليه الحكومة الحالية. طيب برأيك سيد صباح، شنو السبب اللي دفع التيار إلى هذا التصعيد الخطير جدا؟ هل كان هناك فعلا يعني نية لقوى الإطار أو مختلف القوى السياسية، يعني البرلمان على عقد جلسة برلمانية خارج العاصمة، هذا ما استفز التيار؟ يعني هذا كان جزء من الأمور التي ممكن أن نقول أنها دفعت يعني
والدفع بحصول الاستفزاز بهذا، وان كان ولم يكن تصريحا يعني رسميا من جهه، ولكن تواردت عن طريق التسريبات انه يعني سوف يحصل، وهي كان باله الاختبار بالمناسبه يعني. وعندما شاهد رده الفعل انه يعني التجوا الى القضاء من خلال الجماهير، كان بمعنى انه رفض لهذه العمليه. يعني انا اعتقد اليوم التدخل الاممي بات امرا مهما وملحا، يعني اذا قلنا بان الانسداد السياسي حصل، لا يسمحون مثلا في اجراء يعني او اقامه او تشكيل حكومه مثلا في السليمانيه او في الانبار او في اي مكان، لا يمكن الجلوس على طاوله، هذا الانسداد السياسي. وطبعا بالمناسبه انه هناك الاشتراطات ما بين الطرفين يعني امر قد شبه متفق عليه، الغاء البرلمان وتشكيل حكومه جديده، وهذا يعني شيء متفق عليه من قبل الطرفين، لكن مختلفين على الطريقه. احسن، لكن ذكرت قضيه اصبح واجبا التدخل الاممي، لكن الى اي مستوى؟ نعم، التدخل الاممي تكون في مساله حلحله الامور من دون ان تحصل هناك تدخل. يعني على سبيل المثال لمهم على طاوله، جمعهم على طاوله، يعني مو يعني ابعادهم، يعني مثلا او اقول الامم المتحده تقول ان فلان يصبح رئيسا وفلان، هذا طبعا تدخل، وهذا التدخل لا يرتضي به اي من الاقطاب السياسيه. طيب. لكن الجهات الامميه ممكن هي انها تفتح ثغره بهذا الانسداد وتقول نحن سنجلسكم جميعا. يعني سيد مقتدى الصدر عندما طلب بأن تكون هناك جلسة معلنة وجلسة عامة أشبه بالمناظرة عامة، يعني مناظرة تكون، الإطار لم يرفض هذا الشيء، ولكن لم تحصل بالطرف الآخر متى تبدأ هذه المناظرة. البعض طالبوا بأن تكون جهات أممية حاضرة حتى تكون تعطي هي الأحقية لمن أو ضد من أو مع من، لكن ما حصل هذا الشيء. هنا هو الانسداد الحقيقي، أنه تأتي عندما تكون سقوف زمنية من قبل الجهات الأممية ومحددات، هذه المحددات ستعطي الجهات الأممية هي قرارها بالبت النهائي بأن الحق مع فلان وضد فلان. أما أن نبقي الأمور هكذا على عواهنها ونبقى في مسألة الدور والتسلسل ونبقى في هذه الدوامة، فلا أعتقد بأن نصل إلى نتيجة، إن كانت المفهوم شلون مثل ما يقول الدجاج من البيض والبيض من الدجاج، هذا راح نبقى على ما نقدر نوصل إلى فد نهائي. لابد أن تكون هناك الجهات هي التي تحدد نقطة الشروع في المحاورة ونقطة الانتهاء والسقف. طيب. تراجع التيار الصدري عن خطوته بالاعتصام أمام القضاء ومجلس القضاء الأعلى، ممكن أن يعيد فتح باب حوار مع الأطراف الأخرى؟ يعني أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. أنا أعتقد بأنه هذا التراجع، أو خلينا نسمي هذا التراجع التكتيكي، يعني مو فقط مثلا نقول تراجع نهائي، قد الأمور قد يعني يستجد في المستقبل اذا ما يعني كان ممكن هنا. ان نشهد خطوه مماثله امام ممكن مؤسسه اخرى؟ لا اذا تسمح لي، اذا عندما في يوم من الايام عندما تحدث سيد مقتدى الصدر وقال نحن اليوم امام بوابه الغضراء، غدا نحن في داخل الخضراء، وهذا شيء تحقق. اذا كان اليوم نحن امام بوابه القضاء فممكن انه غدا سيدخلون الى القضاء. لهذا اعتقد حتى لا تصل هذه الامور الى درجه الاستخفاف بالقضاء وياتي اي احد ويلتجئ الى الاطر العشائريه بدل ان يلتجئ الى القضاء او يحسم امره بسلاحه بيده، على ان لا تحصل نوع من الفوضى في المجتمع العراقي، عليهم ان يتداركوا هذه النقطه تحديدا، ان لا تحصل هناك مساله خلي الموضوع يقف عند سياج القضاء، لا ان تكون هناك عبور. طيب هاي المخاطر فعلا قائمه انه تتحول هاي الازمه الى مخاطر امنيه؟ يعني البعض يرى انها مجرد أفعال وردود أفعال، مجرد تهديدات، لكن أي طرف من الأطراف المختلفة المتصارعة حاليا لا تقدم على تنفيذ هذه التهديدات، يعني التيار يوصل إلى الأسوار يعتصم ثم يتراجع. أستاذ بشار، يعني أولا إحنا اليوم عندما نتحدث أحدهم شو يقول؟ يقول والله أنا بالنسبة إلي أنا ما أثقل بالسفينة حتى ما نغرق، يجوز هاي العبارة مصطلح صار قديم. اليوم درجة كسر العظم راح توصل قضية علي وعلى أعدائي، ممكن أن تنتهي هذه العملية السياسية برمتها، كأنما حال أي عملية انتحارية تحصل. نحن نترقب، وهذا التوجس من حقنا كمتابعين ومراقبين سياسيين أن نتوجس، لأن هناك شنو؟ هناك خلينا نقول نسميه نزول تصاعدي. يعني شلون قد واحد نزول تصاعدي؟ أنا الآن صعدت بايتين ثلاثة نزلت على الثنين، صار نزول تصاعدي، أنا صعدت أربعة خمسة ستة نزلت على الأربعة. إذا هذا يعني جاي تلاحظ شلون هذه، أنا أشعر بأن هناك النزول لكنه هو في درجات أنه هناك يصعد. الوضع في العراق اليوم بطريقة النزول أو صعود التنازل، يعني كأنما فالنزول هي تصاعد، أنت تشعر بأن هناك
عملية يعني حد يعني إيقاف الحد ما بين أو الحدة ما بين المتخاصمين. لا. لكن أنت تجد بأن هناك مؤسسات الدولة قد تعطلت، نفوس المواطنين وصلت إلى درجة الانفجار، أيضا هناك الحالة النفسية والحالة السياسية كلها خصوصا يوم متشنجة انتشار الإشاعات متشنجة وانتشار الإشاعات. طيب. خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. لا. عملية سهلة جدا، كل هذه مؤشرات خطيرة أنها تصل في لحظة إلى فكرة الانتحار السياسي، اللي كما يقبل عليه أي انتحار يقول لك أنا راح أدخل أفجر نفسي، أصحيح أنا أموت لكن أنا أقتل عدد كبير جدا. نحن نتخوف من أن تصل العملية السياسية إلى أعتاب الانتحار السياسي. لماذا نوصل إلى هذه النهايات المأساوية؟ عليهم أن يفكروا بإطار حل ينهي هذا الصراع يعني. طيب، ما ممكن سيد صباح أن تكون أنه إيصال البلد أو العملية السياسية إلى هذه المرحلة الحساسة اللي ذكرتها، بل ربما رغبة باعتماد نظرية الفوضى الخلاقة؟ ممكن. لاحظ الفوضى الخلاقة أنه أنا أشغل المواطن بشيء وأنا أعمل شيء آخر يعني. أنا اليوم مثلا عندما ننظر إلى فوضى التظاهرات، علي أن أبعد الضباب وأنظر ماذا يحصل هنا وهناك، فلعل هناك بعض المؤامرات أو الدسائس ستحصل هنا وهناك. يعني على سبيل المثال، لمرات عديدة منذ بداية أو نهاية الانتخابات، منذ العام بداية هذه السنة 2022، قلت أكثر ما أتخوف منه هو ابتلاع ميزانية عام 2022. احنا الان في 2022 نهايه 2022، ما يعني الميزانيه في خطر. اذا انا لازم انظر في اتون هذه الفوضى الخلاقه انه الميزانيه الى اين تتجه. هم فعلوا مساله القرار الامن الغذائي. نعم، من قال الامن الغذائي؟ هم صارت فوضى ما بين الكل، ما بين الرافض ما بين القابل، واذا فوجئنا بان الكل اتفق على الامن الغذائي. اذا هناك في اتون هذه الفوضى الخلاقه الخشيه لا تقع فقط على القوى السياسيه، انا اخشى على الكثير. يعني على سبيل المثال، عندما تحدثنا على 600 مليون دولار يطلبه تاجر مثلا، يطلب الدوله ثم لا. تنازل عنه، حصلت زوبعه وانتهت، لكنهم لم يحصل هذه الزوبعه على القطاره، لكن حصلت الزوبعه على زوجه السفير وانقلبت الدنيا. اذا هناك امور تافهه قد يحصل اهتمام بها وامور مهمه قد لا يحصل الاهتمام بها. هذه هنا تكون عمليه الفوضى الخلاقه، عندما تمرر قضايا خطيره جدا في تحت يعني سواد الليل وتحت سواد الازمات، علينا ان ننظر الى هذه الزوايا الخفيه. طيب. وهذه الاجزاء المجهوله. أستاذ محمد، ذكرت أنه قضية إعادة الحسابات، يعني التيار إذا كان قد أخطأ بإحدى خطواته لكنه ربما أغلب خطواته من وجهة نظرك ربما، لكن من وجهة نظر أخرى ربما هو ينجح بعملية إعادة الحسابات، خصوصا أنكم أشرتم إلى والكثير من المراقبين أن التيار الصدري أخطأ باستقالة الكتلة الصدرية من البرلمان. ممكن أن يكون أخطأ أيضا باستهدافه للقضاء واتخاذ ند له، وهل ربما ستكون هناك خطوات تصعيدية مماثلة على مؤسسة أخرى؟ نعم، هو التيار بحد ذاته في خطواته عندما رأى أنه مشروعه مشروع الذي أراد به إقصاء الإطار الشيعي بشكل كامل وبذهابه بالتحالف الثلاثي، ولكن وقع في مصيدة الثلث الضامن، وهذا هذه المصيدة التي لم يستطع الخروج منها. تالي كان ماذا؟ كان ذهب بانسحاب. هسه جزا الله خير انسحاب، انه قلنا ترك للاخرين ان يذهبوا بتشكيل الحكومه، لكنها كانت خطوه استراتيجيه او انسحاب تكتيكي. لا، ليس انسحاب تكتيكي، انما النتائج كانت مختلفه عما توقعته. نعم، كان حساباته انه الاطار لن يتفق على مرشح لرئاسه الوزراء، ستبقى حكومه تصريف الاعمال. لم يتفق بسبب يعني الثلث الضامن. لا لا، ما بعد الانسحاب، ما بعد الانسحاب نعم كان متوقع، وهذه خطوة الانسحاب جاءت لأن الإطار لن يتفق على مرشح واحد، وكان في الصورة المرسومة في ذهنية التيار بأن الإطار يختلف أو سيتعرض للانقسام، وبالتالي ستبقى حكومة تصريف الأعمال وسيتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة. هذه الخطوة. لكن عندما اتفق الإطار على مرشح وحدد مرشحه ودعا القوى السياسية في الفضاء الوطني إلى التفاهم معه، شعر بأنه خطأ كبير وترك الساحة للآخرين. هذه الخطوة. لكن لم يعترف بهذا الخطأ. نعم، لم يعالجها عن طريق التفاوض، لم يعالجها بالحوار مع القوى السياسية، إنما عالجها بخطأ أكبر بالدخول مباشرة إلى البرلمان. هذا الخطأ الثاني الذي كان يتوقع أنه تعطيل عمل البرلمان وتعطيل الجلسة ومع الإصرار على عدم التفاوض
وعدم الحوار مع القوى السياسية أنه هذا سيعطيه مساحة. ربما التيار يعني باعتراف بعض قياداته أو المنتمين إلى يعترف ضمنيا أنه أخطأ بالانسحاب من البرلمان واستقالة الكتلة الصدرية، لكنه لماذا أخطأ ب الاعتصام امام البرلمان او اجتياح البرلمان؟ لا، انه كان في صورة انه اذا عطل البرلمان ما راح يسمح للاخرين بتمرير تشكيل الحكومه اذا نجح بمنع الاطار من تشكيل لكن الحكومة. هذه حاله وقتيه انه انت اليوم عطلت الى متى تبقى تعطله؟ هنا السؤال. زين الخطوه لا خليني اقاطعك اوقف عند هاي النقطه. اذا استمر بتعطيل القوى السياسيه والبرلمان عن تشكيل حكومه هذا ما يعتبر مكسب للتيار اللي مدته ايش قد؟ انت تحسب لعامل الزمن مفتوح؟ لا ما يقدر مفتوح. الإطار في أقصى حالات حدد خطوته وحدد خطواته اللاحقة أنه خلال الشهر نهاية الشهر المقبل أنه سيبدأ بتشكيل الحكومة بأي مكان، سيعقد جلسة برلمان حتى في بغداد. نعم في بغداد هناك أماكن يستطيع البرلمان عقد جلساته. هذه خطوة. لا هذه خطوة أخرى. خطوة تعطيل البرلمان راح تكون مكسب للتيار باعتبار أطال أمد الحكومة الحالية بحسب رغبته. نعم. طيب إذا رادد الإطار والقوى السياسية الأخرى يمكن حتى القوى السنية والكردية كلها تريد عقد هذه الجلسة وحل هذه الأزمة بالسياقات القانونية والدستورية، هذا غير مرضي للتيار. لماذا يريدون عقد الجلسة؟ باعتبار القوى السيادة والديمقراطية هم حلفاء الأمس. حلفاء الأمس ويرفضون حل البرلمان، يرفضون إجراء انتخابات مبكرة. هم متضررين ويرفضون الإطار حتى يرفضون تغيير الدستور. نعم لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى تغيير الخارطة السياسية. طيب الرغبة موجودة بعقل سواء في بغداد أو في غير مكان. لا في بغداد، ولكن ما الذي استفزهم؟ الخطوة الأخرى عندما الإطار تعامل بنفس الأسلوب وأخرج تظاهراته لحماية الدولة ودعم شرعية النظام السياسي، هذه أربكت أيضا، كانت عامل إرباك للتيار وللتظاهرات التي داخل منطقة الصدرة. طيب. كيف تمت السيطرة عليها وإيقافها مؤقتا؟ لا دقيقة خلي أقاطعك هنا أستاذ محمد، أنت قلت يعني خطوات التيار أغلبها هي أخطاء استراتيجية. نعم. لكن الإطار التنسيقي الشيء حاليا هو ده يتبع خطوات التيار الصدري. نعم في غرض المعالجة، وهذه الخطوة بخطوة استخدام تظاهر بتظاهرات استخدام خطوة بخطوة هذا يربك حسابات. ما هي أخطاء هي أصلا يعني خطوات التيار الأولية هي أخطاء. كيف تعالجها؟ فيعالجها الإطار بأخطاء منشأة وليس أخطاء، وإنما لتصحيح المسار. أنت اليوم إذا أنت ما قدرت، لا الأجهزة الأمنية أرادت أنه فض التظاهرات ولا المتظاهرين استجابوا والخروج من وإفراغ مبنى البرلمان وإفراغ المنطقة الخضراء وإخلاها بشكل كامل أو تضافي مكان آخر، بالتالي هناك خطوات يجب أن تكون مضادة بنفس الأسلوب وبنفس المستوى. ليش ما يبادر الإطار إلى خطوات لحل هذه الأزمة مثلا؟ أعطيني أنه ما الخطوة التي لم يقدمها الإطار مثلا؟ الإطار حاليا يظهر موقف الضعيف هو لا ليس ضعيف، يعطي ردود أفعال على خطوة الموقف الحليم. جاء بموقف الحليم. موقف الحليم دائما يوصف بالضعيف في من قبل المتلقي. لأول لماذا؟ لأن هذا المكون هذا المتظاهر هو جزء من المكون الشيعي في كل الأحوال. لا يريد الصدام المسلح، بالتالي هناك أطراف خارجية تستفيد من عملية إذا كان صدام مسلح. فما الذي يفعله؟ لا يذهب باتجاه الحوار والتفاوض. عندما يغلق الآخر الحوار والتفاوض، جزء من أنا أقول لك جزء من الإطار قدم للتيار الصدري كل شيء، قال له فقط تعال لنتفاوض. التيار غالق باب إذا ماذا الحوار؟ إذن طيب ليش ما يبادر الإطار بعقد هذه الجلسة إذا كانت ممكن تحل الأزمة لو بها مخاطر؟ لا أنت لماذا تعاقد بعقد الجلسة؟ لماذا لا تكون الجلسة في مبنى البرلمان؟ هذه الخطوة الأولى. ثانيا أنت تعقد الجلسة وما عندك جمهور يحمي التظاهرات. نكرر تجربة سقوط عبد المهدي في 2019 وتهنانا الخطوة. ليش الجمهور مو موجود؟ جمهور الإطار في 2019 لو كان عنده تظاهرة واعتصام كان عبد المهدي لحد الآن باقي ولا وصلنا إلى هاي الحكومة البائسة. وتهنا الفرق بين طيب. أن اليوم جمهور الإطار هو الذي أعطى الدفع والقوة للسلطة القضائية أن تقف وبكل حزم أمام الانتهاكات، أعطى دفع للقوات المسلحة، لكن الخطوة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال عندما قطع المنطقة الخضراء أو بالأحرى أن الإطار لا يريد الدخول والصدام المباشر وأرسل رسائل تحذيرية أنه بإمكان أن ندخل إلى الخضراء وأن نفعل ما تفعلون، لكن إن الذي يمنع ذلك هو إراقة الدماء. هذه المسألة. طيب. هذه الخطوات تمنع الإطار من الإقدام عليها، ولكن عندما تصل المرحلة إلى أن تمس السلطة القضائية بهذا المستوى بالتالي أنه هذا تم تجاوز الخط الأحمر. طيب. وهناك ستكون ردات فعل للإطار غير محسوبة. تعطيل
السلطة التشريعية أولا سيد الصباح، تاليا تعطيل السلطة القضائية. السلطة التنفيذية هي أصلا تصريف أعمال، بقت يمكن السلطة الرابعة الصحافة. السلطة الخامسة اللي ذكرتها هي أصلا يعني غير فاعلة في المجتمع العراقي. مدى مخاطر تعطيل ثلاث سلطات الرئيسية في البلاد؟ السلطة الرابعة فقط الصحافة، شو اللي تقدر تقدمه غير الرقابة؟ يعني لو نتحدث عن الصحافة في هالمجالات، الصحافة هي يعني جزء من مهامها ومن عملها هي نقل الحقائق دون رتوش، وكذلك الوقوف بمسافة بين كل الأطراف السياسية من دون أن واقعيا سيد الصباح أنت أيضا إعلامي وصحفي، واقعيا السلطة الرابعة أيضا عندها قيود. إذا اسمح لي، أنا هذا أنا أتحدث عن المفهوم الصحافة، لكن صحافة اليوم هي صحافة مسيسة في الغالب. يعني صحافة تميل إلى الإطار، والصحافة تميل إلى التيار، محلل يميل إلى الإطار ومحلل يميل إلى التيار وهكذا. عنصر الميول هذه لا يحقق لي النجاح الكامل، يعني أنا بمجرد ما أحب هذه الجهة أو أكره هذه الجهة فأنا قد أعطيت حكمي مسبقا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوي. أنا إذا أنظر إلى عين الرضا إلى هذا عين السخط إلى ذاك، علينا أن يكون الصحافة دور كبير وهو دور ترطيب الأجواء وتخفيف حد التوتر. يعني اليوم بعد ما نشاهد البعض عندما يفكر بمسألة صناعة القتال وصناعة الحرب وأبواب الاشتباك، يعني هذا ما يفكر أنه فقط مجرد يعني صراع بسيط، معركة ما بين أو حرب ما بين روسيا وأوكرانيا هز لك الاقتصاد المنطقة العربية والشخص الشرق الأوسط وحتى الاقتصاد العراقي. صار المواطن العراقي يعني ارتفع الأسعار إلى فوق الربع يعني من السلع. إذا كانت هذه المدينة البعيدة والدول البعيدة قد تعاركت فيما بينها وتقاتلت حصل أثر، فكيف إذا ما يحصل أي عملية اقتتال في البيت الداخلي الشيعي الشيعي أو في البيت الداخلي السياسي؟ يفترض هنا الإعلام أن يكون له دور بارز بهذا الصدد. بالنسبة للسلطة الرابعة أرجع إلى دور السلطة التشريعية. اليوم إلى حد الآن ما طلعوا الذين كانوا في الانتخابات أو جاءوا في الانتخابات، سواء البدلاء أم الأصلاء أم غيرهم. أن اليوم يخرجوا إلى وسائل الإعلام، للأسف هسه احنا اليوم أي شو اسمه أي برلماني اللي كان موجود قل لي يابا تعال روح على الفضائيات، روح دافع عن حقك، دافع عن بيتك الآن اللي هو داخلين بي، يقول لك لا هاي ما أقدر. يجيبون مثل محلل سياسي يصير بوجه المدفع وذاك هو قاعد. من حقك خذ استمع من عندك أنت تقول مقتحمين بيتي. يجي واحد يقول لك لا أنا البرلماني ومثل بيت الشعب، أنا الذي جئت بهذا البرلماني، البرلمان الذي لم يخدمني فأنا قطعت العقد المفروض بينه فدخلت إلى البرلمان باعتبار هذا يمثل بيت الشعب العراقي، آكل وأطبخ بيكر. هذا أعطى وجهة نظر وذاك أعطى وجهة نظر، لكن لم نصل إلى وجهات نظر متقاربة. بالنسبة للقوة القضائية، اليوم القوة القضائية الحمد لله رجعت اليوم إلى عملها. لا هي رجعت إلى عملها، ولكن هل القوة القضائية اليوم حاسبت على الأخطاء السابقة؟ يا أخي ملفات كثيرة جدا عند النزاهة، ملفات كثيرة جدا لعمليات ولصوصيات وسرقات وغيرها موجودة. اليوم القوة القضائية عليها أن تأمر وتوجه بإعادة يعني مثلا قانون من أين لك هذا؟ من النفذ؟ من الشارع؟ وزير الصناعة السابق، وزير الصناعة هسه احنا بس متشلبين والله شنو الوزير التجارة اشتار ملفات فساد وكذلك تأخير ملفات يعني كثيرة جدا، الكثير من الملفات القضاء يعني هذا العمل راح يدقق فيها هنا احسن. مذكرات القبض ايضا التي صدرت يوم امس بحق الساعدي والعميري وغيره هاي راح تتنفذ؟ ما اعتقد راح تنسحب التيار وخلص. لا ما اعتقد راح تتنفذ، هي راح تلقى جانبا حال بقيه الملفات. وانا مسؤول عن كلام لان هاي الاشياء شفناها سابقا لشخصيات هواي. بس هذا خلل بالاجهزه التنفيذيه. لا هي المشكله مو الاجهزه التنفيذيه، هم مرتبطه برئيس الوزراء والقائد العام للقوات. طيب لا هسه التنفيذيه معطله والسلطه التشريعيه معطله، التشريعية والرقابية اللي من واجبها تحاسب حتى القضاء إذا كان مسيء أو مخطئ. القضاء أيضا مهدد، شلون راح تفتح أو تحاسب كل هذه الشخصيات المطلوبة أو المتهمة أو اللي عليها شبهات؟ هو هذا اللي قلت لك عليه، الجلوس على طاولة السياسة هم كل القضايا. يعني لاحظ احنا اليوم من نتحدث عن صباح جلوس على طاولة سياسة راح يكون بها توقفات وأخذ عطاء وملفات تنسد، كلها راح تنسد راح تغلق وتنسد هم بيناتهم اللي يردوا حقا. ليش ما يكون الجلوس تحت البرلمان وإعادة تفعيل عمل البرلمان؟ البرلمان عزيزي اليوم البرلماني هو يمثل أداة رقمية، رأس ارفع ايدك نزل ايدك،
القوى السياسية صقور العملية السياسية هم الذين يعطون القرارات إلى البرلمان. إحنا البرلماني صح نريد وجودهم أيضا يكونوا إلى دور، لكن إحنا عندما نتحدث عن معارضة اللي اليوم صارت عندنا معارضة وفرحنا، وينهم؟ نتحدث عن المستقلين وين أصواتهم؟ يعني على الأقل إذا ذولاك قلنا هم منشقين بين حزبين مثلا الإطاري والتياري، البقية أين أصواتهم؟ إذا إحنا اليوم عندما نتحدث يجب أن نتحدث، لا نقول نريد أن نقول الكل مو خوش وادم والكل مو زيني والكل، هاي نظرية الكل أنا أكرهها حقيقة. ما نحب نتعامل بهذا. أشوف السلاح الانهزامي. أنت من أشوف المشكلة مثلا موجودة مثلا بالتيار، تقول التيار مثلا دخل إلى مجلس النواب واستحوذ على مجلس النواب وما خلاني أنا يقول لك طيب أنت سويت شنو الحلول اللي سويته؟ شنو المطالب اللي هم يردوا؟ قعدوا وياهم افتهموا من عندهم، قالوا لكم يابا تعالوا لنا للحنانه، بعض السياسيين امتنعوا قالوا ما نجي للحنانه، تعالوا الكربله قالوا ما نمتنع نجي بحر، قال السيد مقتدى الصادق قال انا راح اجي لبغداد، امتنعوا من انه حتى من صارت الجلوس ما وصلوا الى فد نقطه معينه، خلي يتفقون بين هناك جهات امميه يجون مع الجهات الامميه يقعدون وكلهم في بغداد وفي بيت اي من الشخصيات السياسيه الموجوده او في النجف الاشرف او في اي مكان، وخلي يوصلون الى درجه الحل. لان احنا هسه بدينا راح نشوف وحقك اليوم المواطن، خلينا نكون واقعيين استاذ بشار والضيفك الكريم ايضا يعرف هذا، احنا اليوم من نجي نتحدث بلغه مثلا بلغه الفضائيه اللي مثلا هي مستضيفتني او بسياسه الفضائيه او بسياسه كذا، هذا اعتبره جزء من النفاق. لكن من اتحدث بواقع واقول لك المواطن ترى مل، المواطن قام ينهزم من 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 الجرفين، من جرف التيار بدا يبتعد ومن جرف الاطار بدا يبتعد. يعني هسه راح يصير المواطن راح يصير فت قوه اخرى قد ينقض على العمليه السياسيه وعلى الطرفين. حتى نقول هذا الشيء واقع، هذا جاي يتلبسه سواء في السوشيال ميديا او في العالم الواقعي، باعتبار ان اليوم يقول لك انا شنو اظل انتظر صراع بين قوتين واحنا الاغلبيه ساكته اللي لا انتخبنا ولا دخلنا بالانتخابات، نبقى هيجي؟ عليهم ان يفكروا بهذه النقطه. طيب. نفس المشاكل اللي يعني في عام 2018 ولدت لنا مشاكل عام 2019، وانا اتخوف ان نولد مشكله عظمى في عام 2023. سؤال اخير لكم استاذ محمد، ما مدى جديه المخاطر اللي ذكرها واكد عليها رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي بان المجتمع الدولي قد يلغي اعترافه بالعمليه السياسيه؟ لا اعتقد انه بس من السهوله انه المجتمع الدولي يلغي الاعتراف بالعمليه السياسيه، باعتبار انه هناك نظام ديمقراطي فيه تبادل سلمي للسلطه، وان خرجت احد الاطراف السياسيه عملت مشاكسات سياسيه مثلا احتلت بعض المباني، هذه حدثت في العام 2016 في زمان السيد العباد ايضا وانسحب، بالتالي هذه ايضا هم تحدث. مثلا انصار ترامب هم احتلوا مبنى الكونغرس هم بالهذا، فهذه الاحداث تحدث عالميا، ولكن ممكن ان كانت فتره طويله. لكن اذا كان هذه الاحداث بها نتائج وتغيرات، لا المتغيرات الحقيقيه والنتائج الحقيقيه هي ان يكون تاتي عبر القانون والدستور، هذا وجود الممثله الامميه في الحوار الوطني. اكو ارادات اليوم تتجاوز قضيه القانون والدستور، يعني المجلس المجلس الاعلى الاسلامي ذكر يوم امس بعد بيان بادانه ما اقدم عليه التيار الصدري ب المؤسسة القضائية اعتصام أمام القضاء، أكد على وجوب حماية النظام الديمقراطي الدستوري ضمانا لعدم عودة الدكتاتورية. بالتأكيد أنه العملية العودة أنه للدكتاتورية هنا فرض إرادات، محاولة فرض الإرادات سأدخل إلى البرلمان سأدخل إلى القضاء إذا لم أحصل مثلا على رئاسة الحكومة إذا لم أحصل على كل هذه الأحداث، أي هذه في هذه المسألة من كل الطرفين شو راح تنعكس على المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي الآن هو يصر، وسبب إصرار المجتمع الدولي على أنه يبقى النظام الديمقراطي ويبقى التبادل السلمي السلطة وأن تحل الأمور سلميا، باعتبار يجب حماية مصادر الطاقة، هناك مخاطر حقيقية باعتبار ينظر لها خصوصا الأمريكان والأوروبيين، الحرب الروسية الأوكرانية، الصراع الأمريكي الصيني منذ الخروج من أفغانستان ولغاية اليوم، هذه الأحداث هي تنظر على أن الطرفين الروسي والصيني هما المحركين الأساسيين معركة النفوذ مع الأمريكي، بالتالي أمريكا تريد تأمين مصادر الطاقة لأننا مقبلين على فصل الشتاء، ولغاية الآن لا يوجد أحد يكون بديلا عن روسيا. المحلل السياسي أستاذ محمد الياسري كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك، وشكر لكم رئيس مركز اتحاد الخبراء استراتيجيا الأستاذ صباح زنقنا، شكرا لك كنت ضيفا كريما، وشكر لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.